السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا والدي كان مريض سرطان. الله يرحمه. الله يرحمه، وتوفى من أسبوعين. الله يرحمه. الله يرحمه. وأنا اللي كنت بصرف عليه، بنفق عليه يعني. ماشي. وبعد ما توفى إخواتي لقوا مبلغ من المال موجود. أيوة. هل المبلغ ده أنا واثق إن دي الفلوس آخر فلوس كنت بعتها له؟ لا، تركه. هذه تركه؟ تركه. طيب، في وصية تانية ووصاها إن الإبن أنا في 20,000 جنيه هو موصي بيها تعينهم مع حد أمانة. لمن؟ لابنك أنت؟ لابني أنا. يعني اللي هو حفيده. اللي هو حفيده. أيوة، وصى ب 20,000 جنيه لحفيده؟ وسايبهم أمانة عند واحدة. طيب، هو كان ترك تركة أخرى غير 20,000؟ لا، مفيش حاجة تانية. وال 20,000 جنيه دول أكاد أجزم إن برضه دول كان بيحوش من الفلوس اللي أنا كنت ببعتها له. لا لا، خليك من هذا الكلام، أنت كنت رجل شهم وكنت بتعالج أبوك، هترجع تاخد فلوس من أبيك تاني؟ لا، ما أخدش منه. طب خلاص، المهم ال 20,000 إذا كانت هي كل تركة الأب ووصى بها لابنك الحفيد. أيوة. له منها الثلث فقط. طيب، ما هو والدي ده ما كانش عنده ميراث ولا عنده أي شيء. أيوه، ما هو كل ما يملكه 20,000. ال 20؟ أيوه، وصى بهم للحفيد. نقول الثلث والثلث كثير. فقط يمضى منها الثلث. ياخذ الولد ابنك، والثلثين عليك انت وسائر الورثه. انا والاخوه. اما الفلوس، امك عايشه ولا ماتت؟ الوالده توفت قبل ابيك. ايوه. خلاص، انت واخواتك لذلك المستحضرون الانسانيه بعد استخلاص الثلث. يعني اخذ الثلث لابني والباقي يتوزع علينا. نعم، تمام يا شيخ، شكرا. الله يكرمك.